كلكم ابوي والخيبتين وكلكم والحمت الضب، انتو ما تدرون حشفه على حشفه ما يتلاصقه من استوت الدنيا. وترى العيش ابوي العيش الطبيعية غير عن عيشة الافلام اللي تشوفونها في التلفزيون، تتابعون الافلام والمسلسلات وتطبقونها، طالعون الافلام والمسلسل هذا ابوي اخراج والمخرج يبقي شي والمنتج يبقى هاي السالفة تستوي هالنمونة، انتو تطبقونها في حياتكم. علشان الحياة تمشي لازم الواحد يتغافل ساعات، يتساهل، يتجاوز، يسامح. وأقل ما يستوي صكوا اللحك بينكم، سرتي عند هل تشاكينها لها واللم شو بتقول لك عاد ولا لبو؟ يعني اللم شو بتقول؟ اللم أبوي عندها جملة معهودة، أبوي بيت الرباك وانت صغيرة ما بيعيز عندي يوم كبرتي. والريل شو بيسوي؟ مثل ما سرتي روحك تردين روحك، ولا سير ولا تعنى يجيبك. هو هل يجيتون ابوي عليه يقولون له خلها تولي وتزول ولازم تأدبها، وانتي هل تبوي دفدفون عليك وضاعوا العيال وضاع العيال. لازم ابوي الشور يكون عند حد حكيم، يوم بتتشاورون بشيء حصل بينكم تشاور ويا حد شورى رد حق حد ذو حكمة ذو اتخاذ قرار صائب، ما بسأل حد ما يعرف الربي من لانتين. وهاي يوم بيسوي شيء بينها وبين ريلها تشاورت ويا ربيعته، ربيعته تبعت طحن ويا الريل وتلقطها بعد مسوي خلع وتلقطها وهو يوم يبي يتشاور بعد شاور منو؟ شاور واحد 24 ساعة بدواخة والراس تحرى دايخ بنك. مفروض من الوالدين ما يشجعون العيال ان كان على الذكر ولا الانثى، ما حد يشجع الثاني على دماغه. حين انت يا البنادم يوم بتفكر تسوي بيت بتصير عند الاستشاري الف ودي، وهو اللبس على ورق وكلام خوارط امية ودي بتبدل. ما بقى العيش الزوجية؟ العيش الزوجية لو خلاص بتنا عبارة بنا البيت وخلص، لازم وي ما بشاور امية الف ودي بشاور قبل ما اتخذ قرار. الانفصال هذا خراب بيوت، هذا خراب الدار. شوف كل اللي استمروا وعاشوا وما زالوا لين اليوم عايشين بخير وسهالة، هذا منهم ابوي صبر على البيئة، هذا منهم صبر على البيئة. الحياة تستمر بالصبر، انما عطني الشيء الفلاني ولا بزعل، يا انك تسوي لي الشيء الفلاني ولا بطمح، هاي مصيبة. تبعد الريل يا انك تودرين الشيء الفلاني ولا انا ما بشاهدك ولا تسمعين رمستي ولا انا ما بدانيك تلبسين الشيء هذا ولا انا ما بحب. يعني شرات اللي رز 60% يعني يا ناقتي ولا العصا ولا شربي، يعني ما يستوي. لازم بعد بنادم يرد الشور. استوينا وخلجنا الاول يا هال واليوم ريايل في نص عمارنا، نشوف بيوت يراننا وبيوت هاليتنا وصدقالنا والليلنا واللي علينا، تستوي بين الحرمة والريل كل شيء، لكن ما توصل إلى الطلاق وما توصل إلى الخلع. خلع الله رقاب عدوان الله. أنا والله تحرى الخلع هذا اللي في التلفزيون في الأفلام، ترى الصدق يقولك من سنين بعد هذا، يقولك من سنين مطبق. أنا ما بني يعني ما سالفة ما عارف، لكن ما جد سمعت إن شيء هذا خلع وبخلع في التلفزيون. هي إنما الصدق أول خلع، وفي الإمارات في الدول العربية يعني خلع أول مرة والله أعرف. يقول ترى من زمان. المشكلة حينه الرجال بيصبح يمسي في المقهى والحرمة تبى تأخذ بعد حريته، هاي مشكلة. أنت حطي في بالك لو طلقتي وأنت صغيرة باكر ترى أبوي بتكبرين وبتعيزين، هالزين هذا أبوي ما بيدوم. باي لازم تحطين في بالك ما بتغدين اخير عن بطيخ طاح السوق، وانت بعد شرعت تهب خير عنها باكر وجهك بيتجلود وظهرك بين الحرمه. ابوي مالها بد من الريل والريل ماله بد من الحرمه، من استوت الدنيا ما هذا منهم مالك طول دوره مربيعه. عسب الاستمرار لازم الواحد يتحمل ربيعه، لازم البنادم الحرمه تخطف بظروف نفسيه وزين. والرجل كذا الأمثال
ساعته عنده مشكلة في دوامه ولا شرق ولا غرب، لازم بني آدم يتضيج. وانت ما تشوفينه جالب وجهه بعد انت خريل برمزه، بقول لي يا ابو عيالي شو مستوي عليك انت؟ اشوفك مختلف، ما تغير علي. هاي الحرمة العاجل، كانك ناقد علي بشيء خبرني، كاني مقصر شيء في شيء خبرني. هبلة ادنى تدون طمحتي، ادنى تدون وانت نفس الشيء. شفت تعبان ولا شيات ما بصاحي، يمكن مالها خاطر تجلس وياك ولا تشاهدك. سيدة صرت تشاكي امك، يعني انت اللم امك بتشف لها؟ هي ما بتشف لها، بتودر ولدها الا ما من رحم ربي، جليل منها. والريال مايا من تصير تزعل انا حرمته مره مرتين ثلاث، بين ابويا بتيها طيور بلي مناجيب، خلي بالك بتيه ابوي طيور بلي مناجيب، وطار طيرك وحلف القلب غيرك، عاد عقب سيري دوري لك ريل. ماشي ابوي ريال، زهلك هربيعاتك اللي بنصير كوفي وبنصير قهوة، وهو بعد مسود الوي ارباعك وياك، قوم بنصير نلعب ورقة، وكل منكم مسوي المكنب روحه، هذا ويا ارباعته وانت ويا ربيعاتك، والعيال ابوي على تشلب شكارات، بيخترب البيت لازم. والربع هايل تراهم كلهم هايل، قوم ترنا وين دار العز درنا، يبونكم ابوي يوم عندكم شيء. على ما قرع كلبه، عندك حباصي على عين وراسي، ما عندك حباصي خوز لا تصدع لي راسي. يوم عند اول ما يظهر المعاش يبونك ابوي يربعك، وانتي كذا الامثال يبنك ربيعاتك، يوم توس قبض 40,000 معاشك وين ما يبنك. يا ابوي عاد حين ما بك النصيحة، بك من يسمعها، ما بك النصيحة، بك من يسمعها، وين اللي بيسمع النصيحة؟ اللهم لك الحمد، الحكومة باب مقصرة أبدا، ما شيء يكثر من الحكومة. النص بالنصيفة من الوظائف حق الحريم، والنص الباقي حق الريال. والأول الرواتب ضعيفة، واللهم لك الحمد الحين 40,000 و50,000 و70,000 الرواتب. عن أبو شو تبون تكثر عنتي زنجفي؟ قال يلا بمال، قال يلا بوالي، يلا بمال، قال يلا بوالي. ما يستوي بوية النعمة زواله وعن اللعبة. عيوني حمرة ومصراطي يتشرب، حد رومي هدر بهالكذا. يلا صبحون على خير، نرمس باكر. الله يعطيك الصحة والعافية أبو محمد. الفرق بيننا وبينكم ساعة في الأردن، أما السهرانين نسمعك يا أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير. أنا آسف اليوم على التأخير. بخير. أنا توني جاي اليوم. زين. زين، وين تريقت أنت اليوم؟ هني. شو أكلت اليوم؟ خبوس. لا، توست. توست. براون توست. تعب توست. صح. اليوم شو بتشرب أنت في الكوفي؟ شاي. شاي. بكرة؟ كوفي. بكرة كوفي، اليوم شاي. إيه. وين؟ بسيدة المدرة. وين؟ تصير المول دوّد الجيم. ايه المول اللي فيه الجيم مالي انا. ايه. ايوه شكرا صلاح حبيبي. شي بتيب لي؟ لا. عندك فلوس؟ شي اللي فلوس عاد راولي. اكو انت راولي عاد وايد لشوية. وين؟ كم هاي الكم؟ 100. هاي المية هكذا 100؟ حسبهن حسبهن صلاح. كم عاد هايل؟ 100. هالكثر 100؟ 500 صلاح. ما حسبتني يعني؟ لحظة. شو لحظة؟ حسب البيزات كم؟ 100 بابا. صلاح شو ياك ما تعرف تحسب؟ شو بتلاحج الحين انت؟ وين بسير؟ بيت رياك حبيبي تراد ريول، خبرني الفلوس كم اللي عندك؟ صلاح يميع البيزات هالكثر هايل 100؟ لا يقصون عليك. اي شاي بابا، شاي شاي. يا ربي عصب اليوم. ها شو تبي؟ كوفي شاي. يلا باي باي حبيبي. ثانك يو. على خالو اسلم على خالو ان شاء الله. ابليش يا بابا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. صباح التزقريتة عاد هذا، مساعي المساعي كان صباح عادي، الحين صباح التزقريتة. وعلى كل طالع شمس، مفروض هالتزقريتة أنا وغيري، شو مستوي علينا؟ بخير وسهال وأنا نشكو باس، وبأمن وأمان والخير. الحمد لله الخير فضيل، الخير فضيل، فوقنا سمن وتحتنا سمن، أمطرشين بعدنا بربرة يزيدوننا سمن. ترى العيش النقيصة والحشرة والصدع والديانة تقصف اللاجال وتيب السكتات وتيب الأعواق وتيب الأمراض، وطحنت الكبد اللي ما توجف تجلود بالويه، تخلي الويه يدخن وتخلي الحالة العروق يتشطنن، الحالة لله تازم. والصبر، الصبر مفتاح الفرج، ما شي شرات الصبر لو الحرمة تاخذ لها ريال ودناس وعرب وقبائل، ريال ياخذ لابويه بدناس وعرب وقبائل. واللي يزيد يعني واللي عدل الحياه التسامح والملاطفه والكلام الذرب والاحترام المتبادل. هب من يعني استوى ادنات الدون، استوى الزعل والصدع والديانه، ما يستوي. ما يعني موضوع البارحه ما بت الليل انا، ومن اصبحت اليوم من صباح الله خير من الفير وانا واعي يا سهويس، والله اقول في خاطري ليكون أقول في خاطري ليكن حد فهمني غلط، ولا ترجم رمستي تحراني شاف حق حد دون حد. لا والله شاف كلكم أخوتي هنا، كلكم أخوتي وخواتي وأمهات وخالات وعمات وكل أنتوا هلي. حد يلقط الدورة من الليلة؟ الحرمة مثلا من تاخذ الريل خدت ولد ناس وعرب وقبائل وبذرت منه وياهم العيال، والله رزقهم الخير أهم الخير، وابتدت الحمد لله الأمور تتيسر. ينبغى تصبر، هل تتصيد له حتى على أي غلطة سوت منها، سوت منها سالفة لها أول ما لها تالي، على الأقل اذكري له معروف ولا خير ولا فضل لو شيء بسيط. ترى عشتي الحين ويا العمر هذا الطويل كله ما شيء خير، خير ما شيء أبدا، كل شر كل شر. شو اللي خلاص تجلسين هالدهر كله؟ لازم بتذكرين منه لو شيء بسيط، شيء بسيط. أما تطير به الذباب علينا حد خيل الله، ما شيء حلوى يغطي على بلواه. يعني معقول انت هلش بيوزونش ريال ما فيه خصلة زينة ما عليه؟ معقول أنا ما بداخل مزاجي. ولنفترض غلط، ولنفترض سوى زل، الرب يعفو، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. انت كجا مرحبا، ما تتغاضين شويه؟ ترى على ما قالوا هل الحير، سمعيه بنتي شو قالوا هل الحير؟ السح يبى خصافه، والخبز يبى طرافه، والريل يبى لطافه، وما شي شرات الطيب، ما شي شرات الطيب ابدا. الطيب الطيب مايه اظهر الغول من السرب، ويوم ما عندك عسل ريجك عسل. بصبر ابوي على زينه وعلى شينه، وكل من كبر الريال كل من زاد. وان كان عذرك انك اخذتي ريال قبيح، ابوي برايه ليه ما تحليه خدوده تحليه دوده، حسبي حسنه وحده فيه. وصبرك هذا رب العالمين بياجرك عليه، صبرتي رب العالمين لازم انه بياجرك اجر لك عظيم. وكانت انت صبرتي عليه ولا هو صبر عليك؟ هذا منكم يصبر على البيع، والرمسة حق الاثنين، لا تجلسون تقبضونها علي زلة، الاثنين دتو. ولي تشوفون هنا حين هنتو مسويات البيوت هالكبار وعايشين العيش اللي ما شراته، خطف عليهم ما خطف السنين، يا متبهدلن قبل ويا متغربلن. انا روحي شاهد على عشرات العوايل يعني تبهدلن بهدل مالها. رب العالمين عوضهم بصبرهم بعيالهم، والريال اعتدلوا. الريال ابويه لو يصير يصير برد عند حرمته، والريال الغالية شرات البصل يصير على طوله ويرد على محصوله، لا يليج في عقلك ما رد الراس لشنتي. كل الموضوع يبال شوية صبر، شوية صبر، ورب العالمين بيسر الأمور، لا تستعيلي. ترى الدنيا ما استويت بين يوم وترك، اخذوه وغلوه، لا
الدنيا ابوي استوت، وهل تشوفينها الحين متساعدات؟ صبرن والله يا هن صبرن. انت ابوي ما ياكن مايه الاوليات ريحه نقطه من محيط ما ياكن، ريحه نقطه ما يكن. لكن هاي لاك ابوي عصمليات، عصمليات ابوي ما بحمالهن على اسطاح، لا عصمليات. صبرن عظيم والظلايم ورب العالمين يسر امورهن. شوف شو وضعهن حاليا، انت سيدات المجتمع قاديات، والاف مؤلفه ما بوحد تندون عن الثانيه، الاف مؤلفه وكلهن ابوي يسمعني الحين ويعرفن شو اطري ويعرفن شو اللي اقصد انا. هن ابوي صبرن ورب العالمين عوضهن بحياه سعيد حاليا يشار لهم بالبنان، عشرات تراهن ما بوحد وهنتين. ولا التحرون الاول ترى ما شيء حريه، الحرية الأول الحين انتوا عندكم كوفيات ومولات وما أدري شو، الأول شيء أشد عن هذا، ترى أشد عن هذا اللي انتوا تشوفونه، لكن بطريقة أخرى. يعني شوف مثلا الأول جذور التيفال ما بموجودة، لكن جذور الصفر موجودة. الكل منكن والكل منكم انتوا، فهم اللي أقصده هنا. كل شيء أبوي موجود من استوت الدنيا، ما شيء جديد، وليد اللحظة البارحة مستوي اليوم. لكن التربية والنشأة، التربية يوم البنت ولا الولد عنده أم وأبو يشكمونه شكام ويذهبونه ويذهبونها ويقولونهم أبوي الحرمة ما تلقط الدورة من الريل، والريل ما لبد من الحرمة، يتساعدون دبة حياة. الحين بيوزوهم دقوا عليه في ما فيه اخذوا غوازي، بس في ما فيه اخذوا غوازي. تأهيل الوالدين لعيالهم، كان بنت ولا ولدي أهلونه أن أبوي هاي الحين اللي بتاخذها ما بربيعه، هاي حرمة. أنا تراني واصل من مدة وأبغي أنزل ولازم أخلص هالسالفة، وعيست يا أبوكم هاي السالفة ما تطيع توجف، تيم حش يا أبوكم. أبوي وعلى ما قال المتوصف قبض مينونك ليك اللي أين عنه، واللي تعرفه خير من اللي ما تعرفه. هي والله إنزين وبس عادة. أنا روحي قل جيج للتهذريب هذا اللي ما يوجه. يلا الى اللقاء في الحلقه ثق. معروف انه ولد الولد يسوون عليه قشيد، وهذاك من هذا اللي ابويه ليصير ويشويه، صح ولا؟ اليوم انا ابوي قلت لهم يسوون على ولد الولد فوقه مكبوس على ولد الولد، شو تتوقعون؟ وان الله راد ونوصل البيت ان شاء الله ويغرفون غداي، بصور لكم الفوقة مالت ولد الولد، بتشوفون ايش قايل. بلح ولد الولد يوم انصلخ وتنظف وملح وغدا رقم واحد وخذ ويه واحد حماس، دخلت شفته ولن بلح غادي شرات اليبن. شفت اليبن اللي الاول يبون من بخاء من روس اليبال هنمونه. هذا ابوي عظيمات مال العيل سويناها ابوي شوربه، ها العظيمات ها. وهذا ابوي حطينا ابوي في الشوربه شبت وحب هريس. يعني يوم الواحد بيقصبون العيل صغيروني ابوي ترى ما يعقون هالعظيمات هاي، ها شو مازين لشوربتنا. احلى شيء عاد المطاميط، هاي هالمطاميط مازينهن يذوبن في اللثم. هي والله تصيح دنيك، تصيح دنيك يا هلال بن محمد، تصيح دنيك يا هلال بن محمد القبيسي نو خدايه، تصيح دنيك. هو تعيب هالشريعينات، الشريعينات يلا يتشرق بهن يدوخ عليهم ابدا، قطوف الرند بمصير. بصور لكم ولد الولد بعد شويه، الحين بس بغيت اخبركم نخلص عاد من الكريعينات، وحين عندي الفاصوليا هاي والسلطه وعقب برد على الفوق. يوم اقول لكم فوق ها شوفوا ايش قايل، كل حبه على راسه يا غير شيج شيج ولا مراود صفد هذه ما شاء الله. عاد وايدين بيتخبرون شو الشيج. الشيج ابوي العصي الدقاق، العصي الدقاق الرفاع هاي يسمونها شيج. زين وهذا ابوي ولد الولد ها. ابدا يوم اقول لكم يبن ها. ها
تترف بالحلم، وطعمه متعف اللثم وغير نمون وحامز وفنان ورقم واحد. لا تقول ما قلت لكم نمبر ون. لازم يكون في معلومكم ان قبل الخدمة لازم ابوي ينصلخ، ولازم يكون طري فريش طازه ما دخلاه الثلج.